ما يقال في سجود التلاوة، وما حكم الحكم الشرعي إذا لم أسجد وأكملت قراءة القرآن الكريم دون أن أسجد؟ معلومة لا يعرفها الكثيرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الأعزاء، ماذا يقال في سجود التلاوة، وما حكم إذا لم أسجد أثناء تلاوة القرآن الكريم؟ بداية، سجود التلاوة أو سجدة التلاوة هو السجود الذي يكون عند قراءة آية فيها سجود في القرآن الكريم، وأيضا عند قراءة آية فيها سجدة في الصلاة خلال الركعة، وتكون سجدة واحدة، ثم يعود المصلي إلى حال القيام لإكمال قراءة الآيات وإكمال الصلاة إذا كانت الآية التي بها السجود أثناء الصلاة. وسجدة التلاوة مثل سجود الصلاة، إذا سجد يكبر وإذا رفع يكبر، والسنة أن يقول في سجود التلاوة: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، كما ورد ذلك عند الترمذي والحاكم، بل وفي رواية أخرى أن تقول: فتبارك الله أحسن الخالقين. وأجاز بعض العلماء أن يقول: سبحان ربي الأعلى، أو يفعل مثل ما يفعل في سائر السجود. قال الإمام النووي: ويستحب أن يقول في سجوده: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، وأن يقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود عليه السلام. ولو قال ما يقول في سجود صلاته فهو جائز، ثم يرفع رأسه مكبرا كما يرفع من سجود الصلاة، أي أن تقول سبحان ربي الأعلى، فهذا جائز. ومن العلماء من فصل في هذه المسألة بين من كان في الصلاة يقولون فاستحب له التسبيح بالإضافة إلى الدعاء المعروف، وبين من كان خارج الصلاة فاستحب له الاقتصار على الدعاء دون التسبيح. لذلك حكم سجود التلاوة اختلف العلماء في حكمه، فذهب الجمهور إلى أنه سنة، وذهب الأحناف إلى الوجوب، وإنما ذهب الجمهور إلى سنيته لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وتركه، فدل ذلك على عدم الوجوب. ثم إنه قد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا أيها الناس، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن ترك فلا إثم عليه. والحديث عند البخاري. ومن أهل العلم من اشترط الطهارة لسجود التلاوة، ومنهم من أجاز ولو كان المرء على غير الطهارة. ومنشأ الخلاف بينهم هل هي صلاة أم لا، فمن رآها صلاة اشترط فيها الطهارة، ومن لم يراها صلاة لم يشترط فيها الطهارة. لذلك لا بد أن نتعلم هذه الأحكام. كان معكم محبكم الدكتور صلاح زغرب، دكتوراه الفقه المقارن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.